السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 5 انعكاس الضوء وانكساره للصف العاشر. المسألة 47، نقرأ المسألة، منحدد المعطيات، منحدد المطالب، إذا في رسم توضيح بنرسم. يلا نبدأ بقراءة المسألة. المسافة بين مقدم العين ومؤخرتها، لذلك أنا اضطريت أني أجيب العين. هي مؤخر العين وهي مقدمة العين عند العدسة، حوالي 1.90 سنتيمتر. إذا كان باستطاعتك رؤية صورة واضحة لكتاب على مسافة 35 سنتيمتر من عينك، هذا هو الكتاب وهي عدسة العين، فما البعد البؤري لنظام العدسة القرنية اللي هي عدسة محدبة أو مجمعة؟ بعد الصورة حتتشكل على الشبكية، هنا الصورة حتتشكل. إذن المسافة هذه بتمثل بعد الصورة عن العدسة، 1.90 سنتيمتر تمثل بعد الصورة عن العدسة، وهذا تمثل أو بعد الكتاب اللي هو الجسم عن العدسة. إذن هذه أو وهذه آي. هاي فكرة المسألة. متى عرف الطالب يحدد وين بعد الصورة وين بعد الجسم بيقدر يحل. نستخدم معادلة العدسات العامة اللي هي مقلوب البعد البؤري يساوي لمقلوب بعد الجسم زائد مقلوب بعد الصورة، ومنعوض. عوضنا كله بالموجب لأنه العدسة مجمعة، يعني ما حطينا بعد الصورة سالب، لأنه الصورة في جهة من العدسة والجسم في جهة الأخرى من العدسة. عملنا العمليات الحسابية، طلعت أن البعد البؤري بيساوي 1.8 سنتيمتر. وفي أمان الله لا تنسونا من الدعاء.